بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا قربنا منك أيما قرب حتى نتمتع بمناجاتك. اللهم علمنا كيف نسعى إلى مرضاتك وجملنا عند حضورنا بين يديك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان. إن شاء الله رب يوفقنا في التذكير ببعض آيات من سورة النمل تخص حلقة من حلقات حياة سيدنا سليمان عليه السلام مع الهدهد ومع ملائكة سبع، وقصته طويلة لكن نأخذ جزءا منها. هو ربي سبحانه وتعالى آية 20 من سورة النمل: وتفقد، أي سيدنا سليمان عليه السلام، وتفقد الطير، أي يمشيون يحشرون أمامه صنفا صنفا وصفا صفا واختصاصا اختصاصا. رأي كانت أمور النظام العسكري ونظام الأمة أمام القائد شيء كبير. وين نحن اليوم؟ أخي قبة خارج القيادة، من الفضلة قاعد زيدوا الناس، ما زلت استنى نكمل المشوار، يعني تزيدوا تعصي ربي حتى يسرع بالعقاب. يعني تلفزاتكم، إذاعاتكم، صحفكم، خطاباتكم، نواديكم، أغلب الأحيان ما فيهاش خشية الله أو ذكر الله بصدق. إن شاء الله موجودة، ووزاه توكلنا على الله كذلك، لكن مش بالكلام. العلاقة بالرحمن قول وفعال، ويزوم الاستخفاف في أمر يخصكم لأنه له تبعات يوم القيامة. وحتى في الدنيا قد يلحقكم عذاب الأصغر ويختم لكم الله بالعذاب الأكبر الدائم، تخلدون فيه خالدي وخلدي والعياذ بالله. وتفقد الطيرة فقال مالي، استعجب منه مش من عادة الهدوء أن يكون غائبا عند الاستعارة. اتصوا ببيه لوزان طول ترمني ثم مواد يزموا يعرف واحد، بس كل واحد يرى مكانه ووجوده واختصاصه وحضوره والقردة هو وهالو مجال. وين القردة هو؟ حتى في الفلوس ما عادش لقينا إلا في البيت الماشي والجاي باش يخدم أسياده في خيانة قومه، كما وقع الجيش الخبيث في مصر ولا الجيش الخبيث العلوي في سوريا. يا ناس ردوا بالكم، هاو الخيانة مش تهدم كيانكم، يفسد علاقتكم بربنا سبحانه وتعالى، والفساد يعم بلاؤه إلى يوم الميعاد، ثم بعد ذلك يكون أعظم عذاب. إياكم والعبث بالمصائر. وتفق ربي أنزل القرآن على رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام رحمة بالإنس والجان، ما جاء شكك من لا شيء، وكلام الله وأنزل رحمة بنا نحن أهل الإنس والجان. أين نحن من هذه الرحمة؟ كيف نستخف بالقرآن ونجعله ظهريا ونعصف بحكمه؟ لأنها لم توجد، كأن الله لم ينطق، كأن الله لم يعد ولم يتوعد، كأن الله يقول باطلا حقا. اتقوا الله، سأتم الأدب بطريقة لم يسبق لها مثيل. أنتم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في معظمكم تجمعون خبائث الدنيا بكل تاريخها طولا وعرضا. يعني إذا كان قوم سيدنا نوح عليه السلام كان خطأهم استهزاء بالرحمن وسخرية، سيدنا نوح عليه السلام وهو يشتغل في بناء أول بنيان بحري تاريخ، كل ما
قوة الوعد صوت وهندسة، وستحمل من كل جنس زوجين في الوصول ووحيد القرن وهالمجال. إذا كان لكم الله، إذا كان صيحة على غيره، إذا كان أطبق ماء بحر الأحمر على فرعون ومن والاه، أنت مش مجرد قوم سيدنا لوط، فيكم سيدنا لوط عليه السلام، فيكم الآن فسادهم، وقوم سيدنا شعيب مغرورين وينحتون تعاظما ويقطعون السبيل. اليوم انتم اغلبكم يقطع السبيل، وكل الجهد يموت، والحوت الكبير ياكل السمك، ليس المشيب رأي مصر جد ليست بالهزم. فيكم قبل ما يقول لكم وين كنتم من صبحت، كنتم في رحمة الله وتصبحون في غضبه يضلالكم، بلكم مش طلع وتقول وين كنا وين صبحنا، لكن فات الفوت هيات هيات، والفايت مايت فايت مايت. وتفكر الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قلنا الغياب بنو آدم كفر منه، غياب العمل كان يجري وراه ويلعب بشيخ وموقع ويكون صل حتى لا لم تمضي فترة باش يولي متمكن يولي رسمي ويبدا يتحايل على الإدارة سيد مزيفة، ولا عاد تاريخ الناس اللي زيفوا العمل ما عادش عمل، حضور بلا عقول وإفساد في دول حضور فعلي يقوم دور كما اتفق عليه ياخذ مال حلال، لا هو عجبته الاموال الحرام وسائل الماده اي الشحوم والعضلات والحرام التي نبذت من حرام نقلها جهنم وبئس المصير. كانت تقول قال النار اولى بها كل عملك. فنبينا عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى، بل يوحى له وحي من رب الارض والسماء. لو عذبنا عذابا شديدا او لا ارضى عنه او لا ياتيني بسلطان مبين، الا اذا كان جاب خبر يقين منع من صوره سيدنا سليمان. سمي الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، يحضر يقرا القبر لكي لا افيدكم. شوف نحن قدمنا على لقاء عبر هذا التفاصيل فيديو بس استفاد، انا استفاد كون اعطاني ربي فتوحات هي ربانيه النورانيه، وانتم تستفادوا اذا كان حببتم ان تكونوا مع مثل هذه الفيديوهات. ربكم يهزرونا من اللحظه الاولى يدور يدور ربي خلقك يعوجك يبدل وجهك قفاء والعياذ بالله، لانك لا تريد الفقه ولا تريد الاسلام، وكما انتم واقعين في ضلالات حدث بكم بنو سهول كما قالوا قالوا امريكا حين انسحبت، يعني ضر انسحاب، او لما انسحبت الا تحققت لما يمين من قاعدة هو دولة الإسلام، إن صدقوا فالله تعالى يكون هكذا حالهم حتى يستمر نصر الله يا ينصرهم ربي. هي خلصة ربما تقول لك نوخر باش تحصل القبال عليهم، وهذا يتفكر فيه مش عسى ربي يضحك جميع الإنسان كلابها وذئابها كلام في اشياء اخرى هي رفع معنويات لما كان يستناهم، في النتيجه قد غطى عليهم الخوف في عقل ديارهم ولم يغادروا في اي شيء لا ليل ولا نهار
لما يبيعوا احلام وسهرات والا بس وخر يتقن القبض. لكن ايات حليناكم مده ولقد اخونا صدام رحمه الله حي ولا ميت لانكم ما تقدروش علينا وان قلت عددنا وعدتنا تقدروش علينا الارض وليناكم العجب الاجاب حين جبتم احزابكم ادخلتوا عنوه العراق اخونا صدام يعرف ان تدخلوا ولكم حمقى ادخلتم واحضر لكم كل من كان مؤمنا بالله ورسول الله عليه السلام بنى خطه لكم وجعلكم فخاخا طعنتكم واكلتكم جرى فيكم اجرى وحتى الان مصحاتكم ومستشفياتكم لم تحل مشاكل من كان يقل صبره على الفتك لاخواننا في العراق مجاهدين لا المنافقين اهل الشيعه واهل السنه المالكي ورينا الشيعه اغلبها على فاسده اغلبها اصلها نار وصفويه المرجعيه وانها بعد حين ان شاء الله تعالى ايران وغير ايران سيدفع الثمن من نزول الثمن يكون على يد الايران التي تكون من يطلقها اهل لا اله الا الله محمد رسول الله لا اهل السنه ولا اهل الشيعه اهل التوحيد اهل الاخلاص لله وغدا لمشاهدي او راغب في قربه انت ترى الامر بعيد وهو قريب تحسبه هين هو عند الله العظيم هين ان تقول الوحي لم يتم الا وقت السيد علي كرم الله وجهه اتته الامام كانت خلافته احسن خلافه بعد كذا من سلمتم اذيتم نور الثاني واعتبرتهما انقض على السلطة التي يجب ترجع سيدنا علي كرم الله وجهه قلتم الوحي لم يتم الا عند ولايتي فكيف نفسر نزول القران واليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام هل نزل هذا القران ايام رسول الله عليه الصلاه والسلام قبل ان يلتحق بالعقيق الاعلى جل جلاله عبد الوالد اما كما تقولون الله يرضعكم ويعذبكم ما لم تكفوا اذاء المولى وإذا رسول إلى رسوله الكريم وإلى علي فما أحسن الشباب الذي أيد رسول الله عليه الصلاة والسلام أيام الارتهاب وفداه بنفسه ليلة الهجرة قال لأعذبنه عذابا شديدا وهذا الهجرة كذلك على يد قارون من كان من القوات ومن الرؤساء اللي يعبوا في جسوس الناس المهين فيهم من الغوغاء من الركاي ياكل على راسه والفساد ما يلعبش معاه مش اليوم حكومه ولا حكومه وهي تمرر فيه وتغطي على المفسد وتكرس ابعاد كيف يكون يستقيم الامر والامه في حضيض والفقر مدقع وتطل على الأمة فوجة أخرى والله لو ما تتوبوش لما يحق عليكم القول وتسيروا لأخباركم الركبان لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني شوف العدل بسلطان أو ليجعله راجل يأتي بسلطان وكان هكذا هذا الهدد بعمل حكيم ونجى نفسه وامره وحده وما كذا غير بعيد اي راجع لحضرة سيدنا سليمان عليه السلام او عاد تبليغ عن خطر الافساد اختار ليش معنا الا تقوم وما كذا غير بعيد منتصف الطريق سيقرب
ينال عقابك فمن ذنب الناس. لكن سالي قال كان سيدنا سليمان قال يأتيني خبر. هذه ربما ما سلوس أخبار احتار لأنه يعرف سلطة سيدنا فلان عليه السلام ويعرف ذلك ذلك إذا كان يقدرش عليه شخصية سيدنا سليمان عنده الجن اليوم لا يجب يكون يوم بدر يخطفونه ويخطفونه ويمرون إلى نهايته. يعني ربما سيدنا سليمان قربا وأمر بإنهاء حياته فما كان غير بعيد وقال حط ما لم تحط به. هنا تميز الفرع عن الأصل هذا اللي مستعبوش به عساكر الدنيا على مر التاريخ. فما كان غير بعيد وقال حط ما لم تحط به وجئتك في سبأ بنبع قال أو ليأتينك يأتينني أو يأتينني استنوا بي هنا وجئتك من سبأ نبأ اليقين. وللحديث البقية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله